احساس ان انت عامل مكان كل رؤساء العالم بيبقوا موجودين فيه وسياسيين، ده اكتر احساس ممكن اركتكت يحسه كاكسبوجر. احنا 5 بارتنرز ابتدينا ستوديو 5 2013، عندنا شغل في مصر في الجولف وفي هيوستن، من اول الاركيتكتشر للانتيريور لللاندسكيب لللايتنج للايفنتس براند جنريشن براند ديفلوبمنت. لما عرفنا ان احنا ريسبونسبل على كوب 27، اهم مؤتمر في العالم كل سنه بيتعمل، هما بيسموه اولمبيكس اوف كونفرنسز، عندنا ابتدينا نعمل الديزاين برزنتيشن بتاعتنا لليو ان. لقيت الناس في القاعه كلها بيقوموا يسقفوا، لحظه او لقطه انا مش فاكرها كويس ويعني حبيتها قوي. كانت اول خطوه نعملها ان احنا نروح كوب 26، ففي تيم من عندنا شنطه سافر ابتدى ان هو يشوف الموضوع عامل ازاي، وابتدينا بقى نشوف ان احنا ازاي نقدر نجهز على مدار السنه دي كلها ان احنا نقدمه بصوره اول حاجه مشرفه لبلدنا، وتاني حاجه ان هو يكون بيرفلكت حته فنيه شويه. رحنا بالتيم بتاعنا قعدنا في شرم الشيخ شهرين. الكوب 27 هو بلو زون وريد زون وجرين زون. بلو زون وريد زون هما الزونز البروفيشنال الفورمال اللي فيهم بيحصل الديلز، اللي فيهم الرؤساء بتيجي احنا ازاي نهايلايت على الايتمز اللي احنا هنجيبها دي، ازاي تتعرض وازاي الناس تشوفها وناس ازاي تصور معاها وازاي الناس تانتراكت معاها. ابتدى في ريلز ارتستيك، في ناس قاعده بتغني، في ناس بتصور، في فيديوز بطريقه مختلفه. الوقت اللي شغالين فيه في كوب 27 جالنا يعني فاشن فيستيفال في الرياض في السعوديه، كانت مساحته 6500 متر، والزياده على كده ان واحنا هناك اصلا يعني ادونا بروجكت تاني على مساحه 4500 متر خلصناه في نفس الوقت، وكان الاوبننج بتاعه قبل ده بيوم اصلا. احنا مسؤولين عن الديزاين ديفلوبمنت بتاع المتحف المصري في التحرير، بروجكت برضو حجم مسؤوليته وحجمه كبير، واكسايتد ان احنا نريفيل للناس على شغلنا في المتحف المصري في التحرير. اللحظات الثانيه برضو اللي في حياه الواحد اللي بتفرق له لحظات التكريم عامه او ريكوجنيشن، هو تحس ان حد هو اللي شاف فيك حاجه معينه وبيطلعك علشان تاخد عليها مثلا اوورد او تاخد عليها جايزه او تاخد عليها حاجه. خدنا جايزه رواد الاعمال اللي بيعملها عمرو منسي، احنا كسبناها في اي ايفنتس، كسبناها في الاركيتكتشر والانتيريور ديزاين. بجد في مصر وسط بقى الناس بتاعتك واصحابك واهلك والكلام ده كله تبقى ليها احساس مختلف. يعني انا فاكر انا يوم ده عيطت. احلى لحظه بصراحه في 2022 كانت كوب 27، ان احنا جالنا بروجكت تاني باهميه كبيره جدا بمسؤوليات تانيه مختلفه تماما في نفس الوقت وفي بلد مختلفه، وان احنا قدرنا الحمد لله ان احنا الاثنين يعدوا بسلام تام ويكون الناس مبسوطه وكل حاجه حصلت زي ما احنا متوقعين واكتر يعني الحمد لله.